لو هنتكلم بقى عن التحديات اللي واجهت الفريق، في رأيك كانت ايه التحديات دي يعني، وازاي قدر انه يتغلب عليها؟ هو اولا هو عدم الرؤيه ان كان هيشارك ولا لا في الاول في بسبب مستحقات المدرب الاسباني اللي هو مدرب مضر سعود دلوقتي، اللي هو مدرب الزمالك السابق، كان ليه يعني مستحقات، والاتحاد الدولي حاول يوقف الزمالك، وطبعا اداره النادي حاولت جاهدا ان هي تصفي الامور، ويمكن قبل البطوله بيوم الناس سافرت بالليل زي ما الناس كلها عارفه يعني. فكانت دي اكبر تحديات، ان اللعيب كان ممكن مش عارف هيسافر ولا مش هيسافر، فدي كانت اصعب تحديات، اصعب من المباريات نفسها. لكن هي هم تغلبوا عليها بعد الوصول وبعد اللعب، فدي كانت اصعب حاجه، ان انت مش عارف هتسافر ولا مش هتسافر، المدرب الاسباني هيرضى بجدوله الفلوس ولا لا، هي دي كانت اصعب حاجه. لكن الحمد لله اداره الزمالك حلت الموضوع ده كله قبل السفر، ودفعت مبلغ كبير للمدرب الاسباني، وليه مبلغ كان صغير هياخده ان شاء الله يوم 1/9. فالحمد لله دي كانت اصعب حاجه، اصعب من الهاندبول نفسه، ده كان اصعب حاجه بالنسبه لفرقه الزمالك يعني. طب بما اننا اتكلمنا عن التحديات، يعني عايز اعرف منك بقى اهم يعني نقاط الضعف والقوه طبعا في فريقنا. هو نادي الزمالك عنده مشكله دلوقتي حاليا في الدفاع، يعني النهارده الديفنس في الفرق، يمكن مضر السعودي من افضل الديفنس دلوقتي موجود، حوالي 97 جون، ف يعني في ال 96 هدف مضر السعودي اقوى دفاع، والهدى 97 والزمالك 99. فاحنا عندنا مشكله شويه في الدفاع، المفروض ان احنا اقوى دفاع في البطوله، لكن المجموعه نفسها بتاعت نادي الزمالك ما كانتش مجموعه قويه، بدليل ان الزمالك دخل لعب اربع مباريات، هو اول المجموعه لعب الرابع اللي هو الحجز العراقي وكسبنا وعدينا، المجموعه الثانيه فيها ثلاث فرق صعدوا المربع اللي هو الكويت الكويتي ومضر والفرقه الاخيره اللي هي البنك الاهلي. البنك الاهلي حتى البنك مفاجاه الأهلي. البنك الاهلي المصري مفاجاه، يعتبر حصان الاسود للبطوله دلوقتي، انه تعادل مع الكويت الكويتي وكسب مضر. فالمجموعه الثانيه كانت اقوى مجموعه الزمالك، ففي تحديات كبيره في الماتش اللي جاي مع مضر، لان مضر اولا فرقه بطل السعوديه دوري وكاس ونخبه، مضر كان واخد بطولات كتيره كان عربيه او اسيويه، مضر بيلعب في المكان بتاعه في بلده، يمكن الهدف السعودي هو منظم البطوله، لكن الهدف السعودي مكانه في الاحساء بينه وبين الدمام حوالي ساعتين، لكن مضر السعودي بيلعب على صالته، بيلعب على الصاله بتاعته، فتحديات ان الصاله هتكون فل.